تسريبات بميكتا باقا جديده تيقولوا بانه تنظيم الكاس ديال افريقيا للامم ان شاء الله في 2025 غتكون من نصيب المغرب، هذا امر محسوم. اما النسخه ديال 2027 فهي اما مصر اما السنغال، هما الملفات ديالهم اللي شويه عامرين وصح وتقالوا تقالوا بزاف. اما الجزائر من بعد ما ترشحات ال 25 وما داتوش، يعني 2025 من بعد فضائح اللي اكتشفتها اللجان ديال التفتيش او المراقبه وكذا على حساب الملف اللي وضعوا حتى هما باش ينافسوا فيه المغرب كما العاده، ما حتى 2027 ما كاينينش، رغم انه عندهم النيه باش يحطوا الملف ديالهم اللي غادي يكون فاشل بحال هذا ديال 25 بطبيعه الحال، وما يقدروش ينافسوا مصر بالدخل ديالها والسنغال. هنا الملف ديال المغرب اللي او الترشيح ديال المغرب ديال 25 ان شاء الله، واللي تسريبات تقول بانه يعني ما كاينش اللي غادي يديه ليه، يعني هو اللي غادي يحتضن ان شاء الله كاس افريقيا للامم في 2025. يعني من المستبعد ومن المستحيل انه تجي دوله جاره يعني وتعاود تنظمو 27، هذا لا يمكن، يعني ما لا يعقل، يعني الدول الافريقيه الاخرى ما غاديش تسمح بهذا الامر هذا وهذه المساله. ولو ان الجزائر تحط الملف ديالها في 2027 ودير لي ما عرف اش بغات دير لي كما دارت هذا ديال 25، يعني والو، يعني كتخوي الخاوي في المثقوب، يعني ما كاين حتى شي حاجه كيير كينافسوا كينافسوا في الخاوي، يعني كيقارنوا نفسهم او كيوضعوا نفسهم في شي مواقف محرجه لا لشيء الا باش يديرونجيو المغرب وينافسوه في والو، يعني في مسائل اللي هو اللي تكون محسومه بالكفاءه ديالها بالكفاءه ديال المغاربه والكفاءه والمعقول ديال المغاربه في اي ميدان. الحمد لله هنا الكاف او التسريبات اللي جات من الكاف تقول بانه قضيه محسومه لصالح المغرب ان شاء الله في 2025. اما 27 2027 فهي غالبا وعلى الارجح غادي تكون لصالح السنغال على مصر، بحكم ان مصر كاينه في منطقه جغرافيه يعني في شمال افريقيا، ما يمكنش يعني يعطيو الاحتضان او التنظيم ديال الكاس افريقيا للامم في نفس المنطقه الجغرافيه يعني في شمال افريقيا. اما الجزائر بهذا الوضع هذا وبهذه التسريبات هادو كتغرغل وتغرغل بحكم انهم ما تداولوا ما غيديو والو، والانتصارات ديما للمغرب الحمد لله في جميع المجالات وفي جميع الظروف اللي كاين فيها المغرب ولا اللي كاين فيها الدول العالم، ولكن الحمد لله ديما غادي الانتصارات وغادي ديما ان شاء الله للامام. وهما يعني كيخرجوا كلام كيقول لك القجع دار لنا الكولسه الكسالى، تيقولوا الكولسه وهكو الامور غاديه وبقى معاهم في هذا الشد شد ورد شد ورد حتى يحشموا ولا لا يجعلوهم كاع يحشموا. والنظام ديال العسكر هكا قومي هكا غادي يبقى ديما شد ليها رقت عليك بوسائل ومسائل كثيره وكثيره اللي ما تعرفش ليها. الناس كتخطط وكتعرف كيفاش تخطط وتبرمج وتحط، الا حطات شي ملف ديال شي حاجه يعني كتحطو بصدق وكتحطو بثقه وكتحطو الثقل ديالو يعني المادي والمعنوي، يعني الانسان كينظم ولا كيبغي ينظم كيقاد الامور ديالو. الجزائر قادت او نظمات بعض البطولات مؤخرا الشوها يعني العيان اللي ما تيلعبش كاع الكره غادي يشوف هي التيران كيفاش يكون وكيفاش كيوطى عليه بحال مسبوغ بالخضر، كيوطى عليه اللعاب كيطير مارت داك الصباغه ولا مارت الربيع هذاك ولا ما عرفتش داك الشيء. المهم التنظيم ديما تيكون دون المستوى وغير وناقص على التطلعات ديال
ديال الشعوب ديال الرياضه ولا الجماهير الرياضيه ولا العالم بصفه عامه. الحمد لله بالسياسه اللي غادي بها البلاد في جميع الميادان في جميع الميادين، الامور ان شاء الله غاديه بخير، ونحتضن ان شاء الله الكاس ديال 2025 باذن الله تبارك وتعالى، ويكون يعطي صدى طيب للعالم وصوره طيبه للمغرب والمغاربه ان شاء الله، والله يوفق الجميع لما فيه الخير ان شاء الله.